اي هندسة واضحة الصوت. تمام تمام يا بس باشا. بعد كده انا عندي بحسب بقى الايه الكلام ده ازاي. هوريكم المعادلة بتاعتي اهي، بضرب واحد زائد الايه الويست بتاعي، ماشي، اللي هي 7% مضروبة في الجي اللي هي الكمية بتاع البرايمري كوست، ماشي، ده الهارد بتاعي، 1 زائد 7%، 1 زائد 7% مضروبة في الكمية، زائد ال ايه اللي هو انا عندي ادد، وبعدين زائد الكي اللي هو او ناقص الديسكاونت يعني، وزائد الهاندلنج زائد البرايمر. كل ده مضروب في حاجتين، أول حاجة اللي هي الـ N اللي هي الإيه الـ consumption rate، ماشي، اللي هي 9%، خلاص، اللي هي الـ consumption rate per unit مضروبة في كمية البند نفسها اللي هي 110 متر مكعب خرسانة، يبقى الـ consumption rate مضروبة في الكوانتي بتاعتي، بتديني في الآخر خالص الساعة بتاعت كل ديت، أسعار مضروبة في الكونسومشن ريت مضروبة في الكوانتيتي، كل ده بيديني في الآخر خالص الإيه سعر الإيه الدراي كوست بتاعي، خلاص. كل نفس الماتيريال بتتحسب بالشكل ده كده، اي ماتيريال بتطبق عليها نفس المعادله دي، انا اشتغلت عليها بالطريقه دي، خلاص، طريقه ممتازه يعني. بدنا التكلفه، وبعدين نضربها في الكونسومشن ريت، وبعدين وكل ده بنضرب في ايه في كميه البند. خلي بالك بقى الماتيريال هي اللي فيها الايه شغل شويه يعني. الليبر والنون ليبر والكلام ده مش مشكلة أوي يعني، مش هتمثل لنا مشكلة كبيرة. وخلي بالك برضو زي ما أنت شايف كده، سعر المادة هو اللي بيفرق معايا، زي ما احنا قلنا قبل كده في إيه في تسعير البند نفسه، قلنا الكلام ده قبل كده المرة اللي فاتت، بنعيده تاني عشان نركز عليه. طيب الليبر بقى بيتحسب ازاي؟ انا قلت لو انا عندي لو انا عايز اقلل البند، قصدي اقلل وقت البند، بعمل ايه؟ بحط كذا فرقة من الفرق بتاعت الايه العمالة. يعني مثلا لو انا عندي هنا فرقتين عمالة، بند مثلا فريق الحدادة، عندي فرقتين عمالة، بضربهم في عدد اليونتس، ماشي، بضربهم في سعر الوحدة بتاعي، سعر الوحدة بتاع البند. أنا لو عندي مثلا إيه اليوميات كلها بجمعها بتاع فريق الحدادة كلها، يوميات كلها بتتجمع، ماشي، وبعد كده بضربها في يونت وفي النمبر اوف يونت، وبعدين في عدد الفرق نمبر اوف كورس، دي في النهاية خالص ايه الدراي كوست بتاع النشاط ده او المورد ده. تمام، نفس الكلام في النون ليبل، بس النون ليبل مفيهاش هنا ايه الفرق، بيبقى فيها على طول number of units. هنا بقى بتفرق في الحاجتين. أنا لو عندي مثلا إيه، لو عندي سعر الإيجار أو سعر الكوست بير داي بتاعي، الاتنين بعتبرهم واحد،
الاثنين بعتبرهم ايه واحد. الاثنين بيخشوا بنفس الايه نفس الكيفيه في الجدول بتاعي. خلاص بجمع بقى بجمع الاسعار بتاعه البند بتاعي يديني الاجمالي هنا فوق اهو شايفه. طيب بجمع التوتال ده اهو وبقسمه على كميه البند، اتقسم على كميه البند بيديني في النهايه خالص البير يونت دايركت كوست. ديت مهمه جدا عشان بعد كده تخش في قرار. طيب انا هريح شويه بس دقيقه كده وناخد ايه اي استفسار او اي حاجه بحيث ننقل على النقطه اللي بعدها. ماشي في حد عنده استفسار بالنسبة للجدول ده؟ يعني سهل ان هو يتعمل ولا في اي مشكلة؟ انا عايز بس الناس اللي معايا او الناس اللي هتتفرج على التسجيل بعد كده ان شاء الله رب العالمين تعمل الجدول ده بايديها، تحاول كده مع نفسك ايه تعمل الجدول زي ما انا عامله كده. نبدأ في النقطة اللي بعد كده.